السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور محمد أحمد طارق، مدرس مساعد النيورولوجي. النهاردة هنتكلم عن موضوع جميل إن شاء الله، وسهل وسلس وبسيط. الماسل ديزيز أو المايوباثي، كلمة مايو باللاتيني يعني ماسلز، and اوباثي باللاتيني يعني ديزيز أو اعتلال بالعربي. الأجندة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن الأناتومي أوف السكيليتال ماسل، هنتكلم عن الـ definition of muscle diseases، هنتكلم عن الـ types، هنتكلم عن general scheme of muscle disease in general، هنتكلم عن الـ certain types of muscular dystrophies. أول حاجة هنبدأ بيها الـ anatomy of skeletal muscle. طبعا جسمنا بيتكون من مجموعة من الـ skeletal muscle. هنبدأ ناخد skeletal muscle ونحطها ونكبر ونعمل zoom in ونشوف بتتكون من ايه. دلوقتي احنا هنبدأ نشوف كل سكيليتال ماسل بتتكون من ايه بعد ما عملنا زوم ان. كل سكيليتال ماسل بتتكون من مجموعة من الماسل فاسيكولاي، وبتبقى متغطية بطبقة من الابيميوزيوم. كل ماسل فاسيكولس بتبقى بعدين متغطية بطبقة من البيري ميوزيوم، وبتتكون من مجموعة من الماسل فايبرز. الماسل فايبرز بتبقى متغطية بطبقة من السيل ممبرين او بيسموها الساركولما. وكل ماسل فايبر بيتكون من مجموعة من المايو فايبرلز. المايو فايبرلز هي الفانكشنال يونت اوف سكيليتال ماسل، اللي بتتكون من تو امبورتنت بروتينز، الاكتين اند المايوسين. الاكتين اند المايوسين دول لما يقربوا لبعض بيحصل كونتراكشن، بيحصل كونتراكشن على مستوى المايو فايبرلز، ومحصلة الكونتراكشنز اوف ذا هول مايو فايبرلز بيؤدي الى contraction of the skeletal muscle at the end. تلخيصا احنا عندنا كده ال skeletal muscle بتتكون من مجموعة من ال muscle fasciculi. كل muscle fasciculus بتتكون من مجموعة من ال muscle fibers، وكل muscle fiber بتتكون من مجموعة من ال myofibrils اللي هي at the end بتتكون من actin and myosin. هنعمل برضو zoom in تاني ونكبر المايو سايت ونشوف بتتكون من ايه. ادي عندنا المايو سايت، ده الجزء الاوتسايد المايو سايت اللي من بره، ده اللي هو بيبقى ماسك في جزء الاكسترا سيلولار ماتريكس. وعندنا جزء ده المايو سايت ميمبرين، وده انسايد المايو سايت اللي هو بيتكون جواه بقى فيه الاكتين والمايوسين. طبعا عندنا احنا جزء مهم جدا، وده اللي احنا بيهمنا جدا بالنسبه للماسل ديزيز. عندنا في بروتين مهم جدا اسمه الدستروفين. الدستروفين دوت هو بيتكون من اكتين بايندينج سايت او اكتين بايندينج اند، ده اللي هو بيبقى ماسك بالاكتين انترا سيلولر اللي هو الاكتين سايتوسكيلتون اللي هو جوه الخليه جوه المايوسايت نفسها، وبيتكون من سنترال رود زي ما احنا شايفين الجزء ده. وعندنا في حاجة اسمها الديسترو جلايكان بايندينج اند، اللي هو بيبقى ماسك في الديسترو جلايكان كومبلكس اللي هو بيبقى بيعمل اللي بيوصل بعدين بالاكسترا سيلولار ماتريكس. طيب الديستروفين وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو لما الماسل تتحرك او يحصل كونتراكشن في الماسل، سواء كان في in this direction او in this direction، يحافظ على الاستابيليتي اوف المايوسايت ميمبرين. يعني ايه يحافظ على الاستابيليتي اوف المايوسايت ميمبرين؟ يعني بيمنع اي ريبنج او اي قطع يحصل في الماسل. فلان هو عبارة عن زي بالظبط العمود الخرسانة اللي في المبنى اللي بيوصل الأدوار ببعض، هو وظيفته بالظبط بتبقى لأن هو بيحاول يحافظ على stability of the myocyte membrane، لأن هو زي ما احنا قلنا بيتكون من actin binding end و dystroglycan binding end. فدوره مهم جدا جدا، وهنعرف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في غياب this protein اللي هو dystrophin protein later on مع muscle diseases. تاني جزء هنتكلم عنه هو definition of myopathy أو muscle disease. فال definition that any primary muscle disease in which the patient's symptoms or signs are related to the muscular system and are attributed to changes which occur in the muscle themselves. يعني أي مشكلة بتحصل في المسل نفسها دي تعتبر myopathy، مش نتيجة إلى any other cause في central nervous system. لازم تكون المشكلة in the muscle itself. بالنسبة للtypes of muscle diseases هنتكلم عن أول حاجة، حاجة اسمها muscular dystrophies، ودي بتبقى مشكلة زي ما احنا اتكلمنا وقلنا في مشكلة في المسل
بروتين كولد الديستروفين، في مشكلة في تبقى في الديستروفين اللي احنا شرحناه قبل كده، ودي بينقسم الى على حسب الجينز حاجات اكس لينكد وحاجات اوتوزومال دوميننت اند اوتوزومال ريسيسيف. بالنسبة للاكس لينكد عندنا دوشين ماسكولار ديستروفي اند بيكر ماسكولار ديستروفي، والاوتوزومال دوميننت عندنا الليمبي جيردل ماسكولار ديستروفي تايب 1 والفيشو سكابيولو هيومرال والاوكيولو فارينجيال ماسكولار ديستروفي اند المايوتونيا ديستروفيكا. الاوتوزوم الريسيسيف الليمبي جيردل ماسكولار ديستروفي تايب 2 اند الديستال ماسكولار ديستروفيز. نمبر 2 عندنا المايوتونيك مايوباثيز. المايوتونيك مايوباثيز اند ديس اوردرز بتنقسم الى المايوتونيا كونجينيتا ومايوتونيا ديستروفيكا والبارا مايوتونيا. رقم 3 بالنسبه للتايبس اوف الماسل ديزيز عندنا انفلاماتوري ماسل ديزيز اللي هي ممكن تكون نتيجه لانفكتيف ايجنتس ايديوباثيك دراج انديوسد كولاجين ديزيز اميون ديفيشنسي ستيتس اند مالجنسيز. بالنسبه للانفكتيف كوزز اشهر حاجه في الفايرال الاتش اي في. الاتش اي في ممكن تعرفه بيعمل ايه تاني في السنترال نيرفس سيستم، ممكن بيعمل نيوروباثي وممكن يعمل ديمنشيا از ويل. طيب الكوكزاكي اي ان بي فيروسز اند الانفلونزا. البكتيريال من ضمن الحاجات الكومون اللي ممكن تشوفوها الستاف اوريوس بايو مايوسايتس. الفانجل كان انديوس برضو بتعمل ماسل ديزيز. بروتوزوال توكسوبلازموزز من اشهر البروتوزوال اللي بتعمل ماسل ديزيز او مايوباثي. الايديوباثيك او الانفلاماتوري اللي هو البولي مايوسايتس درماتو مايوسايتس انكلوجن بادي مايوسايتس. الدراج انديوس من اشهر الادويه اللي بتعمل طبعا الكورتيكوستيرويدز، بتعمل دراج او ستيرويد انديوسد مايوباثي. الازاثيوبرين اللي هو اميونو ميديوليتور او اميونو سبريسيف دراج. الستاتنز اللي هم الانتي ديسليبيديميك دراجز زي الاتورفاستاتين والروزوفاستاتين. الاتورفاستاتين مور كومن ان هي تعمل مايوباثي اكتر من الروزوفاستاتين. الكولشيسين اللي هو الدواء اللي بيستخدم في علاج مرض النقرس اللي هو الجاوت، ممكن يعمل ستيرويد، ممكن يعمل ماسل ديزيز او مايوباثي. الاميودارون اللي هو الانتي ديسريزميك برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل مايوباثي وبتعمل برضو نيوروباثي. الكوكين من ضمن الحاجات برضو اللي بتعمل ماسل ديزيز. كولاجين ديزيز والاميون ديفيشنسي ستيتس اند المالجنسيز نفتكر ان هما من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل انفلاماتوري ماسل ديزيز. رقم 4 عندنا المايسينيك ماسل ديزيز اللي هو اشهر ديزيز اللي هو المايسينيا جريفيس، وفي الكونجينيتال مايثينيا والنيونيتال مايثينيا ودراج انديوسد مايثينيا والسيمتوماتيك مايثينيا. ودي باختصار بيتكون انتي بوديز عباره عن اوتو اميون ديزيز، بيتكون انتي بوديز اجينست الاستايل كولين ريسبتورز، فبتمنع اتصال او الكونكشن ما بين الاستايل كولين اند الريسبتورز عشان بيبقى فيه انتي بودي ماسك في الريسبتور دوت، فبيمنع الترانسميشن اوف ذا امبلس in the neuromuscular junction. So myasthenia gravis it's a neuromuscular junction disease it's an autoimmune disease، وهنعرفها بالتفصيل later on او في المحاضرات الجاية. رقم 5 عندنا الميتابوليك مايوباثيز. الميتابوليك مايوباثيز الاشهر اسباب ليها الميتابوليك بون ديزيز، كرونيك رينال فيلير، الجلايكوجين ستورج ديزيز، الليبيد ستورج ديزيز، البريودك باراليسيس سيندروم، drugs and toxins، الالكوهوليك مايوباثيز، المالجنانت هايبر بايركسيا، المالجنانت نيوروليبتيك سيندروم اند نيوتريشنال مايوباثيز. دي اسباب كلها كتيره جدا، احنا بس بنوسع دماغنا ما نبقاش كل حاله مايوباثي نفكر بس في الجينيتيك كوزز، لا ده في ميتابوليك كوزز اند انفلاماتوري كوزز اند جينيتيك كوزز اوف المايوباثي. فلازم نفكر يبقى عندنا ديفرنشال دايجنوزز ونحطه قدامنا، وهنبدأ according to the history and the clinical examination we can reach our diagnosis at the end. باقي طبعا الـ types of muscle disease. رقم 6 عندنا الـ endocrinal myopathies، ودي من ضمن الـ treatable causes لو احنا طبعا عرفنا أو according to the history and the examination قدرنا نوصل to suspect الـ endocrinal myopathies. We have to search for the cause سواء كان thyroid gland الهايبو والهايبرثايرويدزم وممكن يعمل مايوباثي. البيتيوتري جلاند ديزيزز طبعا في عندنا تو ديزيزز ممكن يجوا بمايوباثيز زي كون سيندروم. الكون سيندروم ده بيبقى فيه برايمري هايبر الدوستيرونيزم، بيبقى فيه زياده في السكريشن اوف الالدوستيرون فروم ذا ادرينال جلاند، فممكن يجي برضو بمايوباثي. الاديسونز ديزيز اللي هو بيبقى فيه ادرينال انسفيشنسي اللي هي السوبرارينال جلاند ما بتطلعش كويس الكورتيزول ولا الالدوستيرون، وممكن يكون سكندري تو بيتيوتري
جلاند ديزيز، ان البيتيوتري ما بتطلعش الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي هو الاي سي تي اتش، فبالتالي السوبرا رينال جلاند مش هتطلع الكورتيزول ليفلز، فهيبقى الليفل بتاع الكورتيزول الكورتيزون في البلاد قليل، فهيعمل لنا اديسونز ديزيز. النقطه اللي بعد كده الكوشنج ديزيز، الكوشنج ديزيز بيحصل نتيجه لزياده في السكريشنز اوف الجلوكوكورتيكويدز او الكورتيزول، فده بيحصل نتيجه يا اما حاجه من الاثنين، يا اما مشكله في البيتيوتري، مشكله في البيتيوتري نفسها ان هي بتطلع اي سي تي اتش كتير فبتطلع الكورتيزول كتير، او مشكله في الادرينال جلاند او السوبرارينال جلاند ان هي بتطلع كورتيزول بنسبه كبيره جدا فبتؤدي الى حدوث الكوشنج ديزيز. الاستيرويد مايوباثي لسه قايلينها من شويه، اتكلمنا عنها ان الاستيرويد من ضمن الدراجز او الهرمونز اللي ممكن تؤدي الى مايوباثيز، ودي كل الكوزز اوف الاندوكراينال مايوباثيز ذات وي شود سيرش فور ات. كده احنا خلصنا الاناتومي وخلصنا الديفينيشن وخلصنا التايبس، هنتكلم عن جنرال سكيم للماسل، الكلينيكال بيكتشر بتاعت الماسل ديزيز ان جنرال. هنتكلم على الهيستوري والاكزامينيشن، ايه الحاجات اللي العيان هيجي يشتكي منها. العيان هيجي يشتكي من بروكسيمال ليك ويكنس، في صورة هيقول لي ايه؟ هيقول لي يا دكتور انا مش قادر ما اقوم من على الارض، وانا قاعد على الارض ما بعرفش اقوم بسهوله، وانا قاعد في التويلت ما بعرفش اقوم بسهوله، وانا قاعد في العربيه في صعوبه في ان انا اقوم واطلع من العربيه، ده كله بروكسيمال ليك ويكنس. برضو وانا طالع السلم في صعوبه في طلوع السلم، وانا طالع السلم انا بستخدم البروكسيمال ليج ماسلز فدي بتبقى مشكله، لكن وانا نازل بستخدم الديستل، فبتبقى اكتر العيان بيشتكي بيه في مشكله في طلوع السلم بروكسيمال ليج ويكنس. طب البروكسيمال ارم ويكنس في صوره ان انا مش قادر ارفع الحاجه، مش قادر اشيل الحاجات، في مشكله وانا بسرح شعري، مش عارف اسرح شعري بسهوله، ان وانا بلبس هدوم مش عارف البس هدومي لان انا بستخدم كل ده بروكسيمال ماسلز. طيب هل الويكنس ده سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ هو سيمتريكال لان احنا الماسل ديزيز دي قلنا عباره عن جنرال سيستميك ديزيز، ده مشكله في كل الماسلز، فالويكنس بتاع الماسل ديزيز اتس اسيمتريكال ويكنس. لو الويكنس ده ليميتد تو وان سايد، يعني اونلي وان سايد، ريستريكتد لوان سايد او وان ليم، لا ده انا كده هبدا اراجع الدايجنوزيس بتاعي، ده ممكن يكون في مشكله بقى تانية، ممكن يكون في مشكله هيمي باريسيس، مشكله في السنترال نيرفس سيستم، فهبدأ أعمل ري ايفالويشن للدايجنوزيس بتاعي. طيب السنسيشنز أخبارهم إيه؟ هل في مشكلة في السنسيشنز في عينين الماسل ديزيز؟ لا طبعا، بلاقي في انتاكت سنسيشنز لأن ده احنا قايلين في التعريف بتاعنا إن دي مشكلة برايمرلي إن ذا ماسلز، سو ذير إز نو أبنورمال سنسيشنز، انتاكت سنسيشنز. طيب لو لقيت أي سنسوري لوس أو تشينجز ده أجينست إن أنا يبقى في مشكله في الماسلز، فانا كده هعمل ري ايفالويشن للدايجنوست بتاعي ان هو غالبا مش هيطلع مايوباثي. طيب لو في اذر سيمبتومز سجستس ماسل ديزيز، زي ايه السيمبتومز اللي ممكن عين يشتكي بيها؟ فاتيج، مش في ضعف، حاله ضعف عام في جسمه، في كرامبس بتجيله عضلاته تقفش عليه وتشد عليه، في ستيفنس تحسه رجله او عضلاته كلها متحجره، يجي يشتكي منها يقول عضلاتي قفشه عليا، عضلاتي متحجره، في زي صعوبه في المشي، في صعوبه في الحركه، ده كله مع الماسل ديزيزز ان جنرال. دي سكيما بالنسبه للهيستوري. طيب بالنسبه للسكيما اوف الاكزامينشن بتاعت اي ماسل ديزيز، ايه اللي بلاقيه في الاكزامينشن بالنسبه للباور؟ هلاقي فيه سيمتريكال بايلاترال بروكسيمال ويكنس، مو بروكسيمال مور ذان ديستال، في الابر لمبس وفي اللور لمبس زي ما احنا متفقين وقايلين قبل كده. الريفلكسز ايه اخبارها؟ هلاقيها ديكريزد. تون هلاقي اخباره ايه؟ طبعا هلاقيه ديكريزد، عشان دي كلها الفيتشرز اوف لور موتور نيرون، لان احنا عارفين ان الماسل ديزيز دي من ضمن اللور موتور نيرون ليجنز، فانا هلاقي كل الكرايتيريا اوف لور موتور نيرون ليجنز هلاقيها هي موجوده، بالاضافه الى بعض الحاجات الكاركترستيك للماسل ديزيز اللي احنا هنقول عليها. بالنسبه للماسل ستيت ممكن الاقيها نورمال، ممكن الاقيها ويستد، في ضمور في العضله، ممكن الاقي حاجه اسمها سودو هايبرتروفي، وده ما يميز الدوشين ماسكولار ديستروفي. بالنسبه للسنسيشنز، السنسيشنز هتبقى انتكت لان انا مشكلتي هنا مشكله ماسل ديزيز، ففيش اي مشكله معايا في السنترال نيرفس سيستم، اتس نوت ان ابر موتور نيرون ليجن، it's a lower motor neuron and mainly in the muscle, not in a peripheral nerve, not in a root, not in a plexus, it's only in the muscle, primarily muscle disease.
طيب في ويكنس ممكن يحصل في البلفيك جيردن ماسل، بيعمل لي حاجه اسمها الوادلين جيت، ودي هنعرفها يعني ايه. وادلين جيت يعني زي مشيه البطه كده، او بيعمل لي حاجه اسمها جاور ساين. طيب رقم 7، ويكنس في الشولدر جيردر ماسل، بيعمل ايه؟ بيعمل سلوبينج اوف ذا شولدر، وبيعمل وينجينج اوف ذا سكابيلا او جنوح السكابيلا، وده هنعرف ايه معناها وايه، وهنشوف صور بالبيكتشر ديت. بالنسبه للانفستيجيشنز بتاعتنا اللي بنعملها، اللي بلاقيها في العينين بتوع الماسل ديز، بعمل تحليل اسمه سي بي كي او الكرياتينين فوسفوكاينيز، ده بيبقى غالبا elevated in most types of muscle disease. وبالنسبه للاي ام جي بلاقي فيه فيتشرز اللي هو الالكترومايوجرافي اللي هو رسم العضلات، بلاقي فيه فيتشرز اوف المايوباثي، ودي طبعا من الحاجات المهمه اللي بلجأ لها في الفحوصات اللي انا بعملها لاي عيان عنده ماسل ديزيز. كده احنا خلصنا الجنرال سكيم اوف الماسل ديزيز. هنتكلم عن دلوقتي الماسكولار ديستروفيز، وزي ما احنا قلنا قبل كده الماسكولار ديستروفيز دي بتبقى مشكله في الجين اللي بيصنع ديستروفين بروتين، وبينقسم الماسكولار ديستروفيز الى اكس لينكد، حاجات اكس لينكد ديزيزز، اوتوزومال دوميننت، اوتوزومال ريسيسيف. الاكس لينكد بينقسم الى الدوشين والبيكر ماسكولار ديستروفيز، والاوتوزومال دوميننت الليمب جيردر ماسكولار ديستروفي تايب 1، والفيشو سكابيولو هيومرال، والاوكيولو فارينجيال ماسكولار ديستروفي، والمايوتونيا ديستروفيكا، والاوتوزومال ريسيسيف اللي هو الليمب جيردر ماسكولار ديستروفي تايب 2، والديستال ماسكولار ديستروفيز. بالنسبه للدوشين ماسكولار ديستروفي هنبدا نتكلم عنه، ده اهم واحد فيهم. ده الديفينيشن، ده اتس ريسيسيف اكس لينكد فورم اوف ماسكولار ديستروفي. البريفالنس بتاعه كل 3600 طفل بيتولدوا بيبقى عندهم في واحد بس عنده دوشين ماسكولار ديستروفي. دلوقتي هنتكلم عن انهيرتنس اوف الدوشين ماسكولار ديستروفي. احنا لسه قايلين من شويه ان هو عباره عن ايه، عباره عن اكس لينكد ريسيسيف ديزيز. يعني ايه اكس لينكد؟ يعني الجين الميوتيتد ديستروفين جين بيبقى موجود على الاكس كروموسوم. فبالنسبه للميلز والفيميلز، الميلز عندنا اكس واي كروموسوم، وفي الفيميلز عندنا اكس اكس كروموسوم. طيب الوجود الميوتيتد ديستروفين جين في 1 اكس كروموسوم بالنسبه للفيميلز ده مش هيبقى فيه اي مشكله. ليه مش هيبقى فيه اي مشكله؟ عشان الاكس كروموسوم الثاني هو اللي هيعمل باك اب، هو اللي هيبقى بديل او هيبقى ريزيرف للفيميل، ان هو طالما في واحد فيه مشكله في الاكس كروموسوم ده فيه مشكله، يبقى انا التاني هشتغل مكانه وهبدا اصنع ديستروفين جين، ومش هيبقى الفيميلز جاست هي كارير، هي حامله لجين المرض ولكنها لا يوجد بها اي اعراض او توجد بها اعراض بسيطه جدا. طيب بالنسبه بقى في الميلز، مفيش غير 1 اكس كروموسوم، فوجود الدستروفين او ميوتيتد دستروفين جين ان 1 اكس كروموسوم هيؤدي الى ظهور المرض. ليه؟ لان الواي كروموسوم كان نوت هيلب. ليه كان نوت هيلب؟ لان هو ما عندهوش، مفيش باك اب، مفيش انذر اكس كروموسوم، فمش هيقدر يقوم بالوظيفه ديت، لان هو ما عندهوش الدستروفين جين اصلا، مش موجود على الواي كروموسوم، لان هو اتس اونلي بريزنت ان الاكس كروموسوم. عشان كده الفيميل هم بيبقوا كاريرز او بيبقى عندهم مايلد سيمتومز، لكن الميلز هم اللي بيظهر فيهم الاعراض. ده باختصار الانهيرتنس اوف الدوشين ماسكولار ديستروفي which is اكس لينكد ريسيسيف ديزيز. طبعا احنا هنبدا نعرف ايه المشكله اللي بتحصل في الدستروفين. ده طبعا الدايجرام ده بيوضح لي النورمال اللي احنا شرحناه في الاول خالص، النورمال دستروفين وده الميوتيتد دستروفين. طيب النورمال دستروفين قلنا احنا الدستروفين بيتكون من، دي طبعا دي صوره مكبره من المايوسايت، ده جوه المايوسايت اللي هو الاكتين، الاكتين سايتوسكيلتون، وبره المايوسايت اللي هو الاكسترا سيلولار ماتريكس، وده المايوسايت ميمبرين. الدستروفين بروتين هو بيتكون من تو اندز، في اكتين بايندنج انتر بتوصله بالاكتين، وفي ديسترو جلايكو ديسترو جلايكان بايندنج اند اللي بيوصله بالديسترو جلايكان كومبلكس اللي هو بعدين بيعمل بيوصل بالاكسترا سيلولار ماتريكس. طيب وطبعا بيتكون من حاجه اسمها سنترال روت. وظيفه الدستروفين ان هو بيحافظ على المايوسايت ميمبرين ستابيليتي اثناء الكونتراكشن في اي اتجاه للمصل. الدستروفين دوت بيحافظ على الاستابيليتي، ما بيحصل ما بيمنع ان يحصل اي ريبنج او بريك داون على مستوى المايوسايت ميمبرين. طيب لو انا عندي مشكله في الدستروفين جين، ان الدستروفين جين نفسه في مشكله عندي، فبيحصل ان البروتين او الدستروفين بروتين اللي هو هينتج عن هذا الجين اللي فيه المشكله هيبقى فيه مشكله، هيبقى ميوتيتد. يعني ايه ميوتيتد؟ يعني مش كامل. طب غالبا بيبقى انهي الجزء اللي ناقص؟ اللي هو الدستروجلايكان بايندنج اند، فده بيؤدي الى instability في المايوسايت ميمبرين.
فده اللي هنعرف بعدين. الصورة اللي بعد كده هتوضح لما بيحصل انستابيليتي في المايوسايت ميمبرين ايه اللي هيحصل، هنشوف في السلايد اللي جاي. ده اللي بيحصل في غياب الدستروفين بروتين، بيحصل لما يكون انا عندي ميوتيتد دستروفين، يعني دستروفين مش كامل، بيبقى فيه مفيش عندنا الدستروجلايكان بايندينج اند هنا مش موجوده، فبيؤدي الى انستابيليتي في المايوسايت ميمبرين، فيحصل بريك داون على المايوسايت ميمبرين، وده وهنشوف ايه اللي بيحصل بعدين later on. لما بيحصل بريك داون في المايوسايت ميمبرين نتيجه للانستابيليتي اللي حصلت فيه، هيؤدي الى دخول الكالسيوم ايونز الى جوه الخليه، فبترتبط ب انزيم موجود جوه المايوسايت بيسموه البروتياز، هو بيبقى موجود اصلا في صوره ان اكتف، بس لما بيرتبط بيه الكالسيوم بيتحول الى الاكتف 4. الصوره دي بتوضح طبعا بعد ما ماسك الكالسيوم الاكتف البروتياز بالكالسيوم ايونز جوه المايوسايت، فبيتحول من ان اكتف الى اكتف بروتياز. بعد ما بيحصل اكتيفيشن للبروتياز انزيم بعد دخول كميات وارتباطه بالكالسيوم ايونز، فهو بيعمل المفروض في النورمال سابجكتس ان هو بيعمل اونلي ديستركشن للاولد ديسفانكشنال بروتينز، لكن مع دخول الكميات الكبيره من الكالسيوم ايونز فهو السلكشن كرايتيريا او السلكشن بروتوكول بتاعه بيختل، بيحصل فيه مشكله، فهو بيدمر كل البروتينز اللي موجوده سواء النيو فانكشنال بروتينز اند الاولد ديسفانكشنال بروتينز. لما بيحصل destruction لل old dysfunctional proteins and the new أو ال normal functional proteins، هيؤدي إلى formation of the fat and the scar tissues. ال fat and the scar tissues زي ما احنا شايفين بالمنظر ده هو اللي بيبقى موجود مكان ال normal myocytes، وده اللي هيعمل لنا بعدين later on ما يسمى بظاهرة السودو هايبرتروفي، إن العضلة تكون منفوخة بالكدب، يعني هي مش muscles، هي عبارة عن fat و scar tissue. كده احنا خلصنا ال pathogenesis بتاع muscular dystrophies، هنتكلم عن clinical picture بتاع الدوشين muscular dystrophy. الدوشين ده بيبقى غالبا زي ما احنا قلنا ده male patient، بيبقى سنه أقل من 5 سنين، بتبدأ تظهر عليه الأعراض في ال early infancy. ايه الأعراض اللي بتظهر عليه؟ بيظهر زي ما احنا قلنا progressive proximal muscle weakness. بيبدأ فين؟ بيبدأ في legs وال pelvis، وبعدين بيظهر طبعا في طلوع السلم، الطفل ما بيقدرش، الاهل والام بيقولوا ان هو بيقع باستمرار، ما بيقدرش يطلع السلم على طول، frequent falls، مش قادر يطلع السلم، مش قادر يسرح يلبس هدومه، مش عارف يسرح شعره، كل دي كلها حاجات تخليني افكر ان في proximal weakness. طبعا بالنسبة للكلينيكال بيكتشر لما بتكلم عن muscle disease لازم افتكر ان ده جزء من lower motor neuron lesions، فعشان كده اي weakness بيبقى لازم افتكر الكريتيريا بتاعت lower motor neuron lesions اللي هي طبعا كلنا عارفينها، ال wasting وال hypotonia وال hyperreflexia. وال wasting وال weakness ده بيبقى غالبا bilateral و symmetrical و proximal more than distal. ال shoulders وال arm هما اللي بيبقوا affected اكتر من ال forearm وال hand، وال hip وال thigh more affected اكتر من ال leg وال foot. طبعا في ظاهرة مهمة جدا اللي هي ظاهرة السودو هايبرتروفي، اللي هي يعني ايه السودو هايبرتروفي؟ يعني بالظبط كده زي منظر محمد هنيدي في فيلم فول الصين العظيم، يعني العضلات بتاعته منفوخة بالكدب. منفوخة بالكدب يعني ايه؟ يعني احنا عندنا بدل النورمال سبجكتس اللي هو بيبقى فيه الهايبرتروفي بيحصل نتيجة ل formation of new muscles او new myocytes، لا ده اللي بيحصل بالظبط ان في replacement للنورمال myocytes او normal muscle fibers بسكار اند فات تيشو، فيخلي العضله هي منفوخه، لكن ده مش normal muscle fibers، لا ده عباره عن فات وسكار تيشو. بالاضافه طبعا ان الويستنج اللي بيحصل في البروكسيمال muscles بيخلي العضله دي تبان ان هي relatively hypertrophied، لكن هي it's not a true hypertrophy، لان زي ما احنا قلنا ان ده سكار وفتشه، بالاضافه لان هو طبعا المسل دي الديستال ماسلز او اللي بتحصل في الكالف ماسلز مقارنه بالبروكسيمال ماسلز اللي حصل فيها ويستنج، فهي هتبان ان هي هايبرتروفايد، لكن هي في حقيقه الامر نوت ترو هايبرتروفي. فده باختصار ان هو قصه السودو هايبرتروفي اللي بتحصل، ان غالبا اكتر السودو هايبرتروفي بيحصل فين؟ بيحصل في الجلوتياس ماكسيموس ماسل، وبيحصل في الكوادريسبس والكالف ماسلز في اللور ليمب، وفي الدلتويد والسوبرا والانفراسباينيتس ماسلز في اللور ليمبس.
نكمل باقي الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا. بيحصل طبعا ويكنس ويستنج في مستوى الشولدر البلفيك جيردر الترانك ماسلز، فده يؤدي الى حاجه اسمها الوينجنج او سكابيلا اللي هي جنوح السكابيلا. ده بيحصل نتيجه، وهنشوف صوره ليها قدام، نتيجه للويكنس اوف ذا سيريتس انتيرير اند ترابيزيوس. بيحصل حاجه اسمها بوت بيلي ابدومين، ده بيحصل نتيجه للويكنس اوف ذا ابدومينال ماسلز. بيحصل حاجه اسمها اكزاجيريتد لامبر لوردوزز او تقوس في الظهر نتيجه للويكنس اوف ذا اكستنسور ماسلز اوف ذا ترانك. الواتلينج جيت او زي مشيه البطه كده بتحصل نتيجه للويكنس اوف ذا جلوتيس ميديس اند المينيمس، هما الابداكتورز اوف ذا هيب. طبعا بيبقى في حاجه بتميز الماسل ديزيز او بتميز المايوباثي اللي هو الجاورز ساين، ان هو بيبقى الطفل بيستخدم ايديه عشان يقدر يقوم من على الارض، ما بيقدرش يقوم بسهوله من نتيجه للبروكسيمال ويكنس بتاع الجلوتيس ماكسيمس، فبيبدا الطفل يستخدم ايديه وهو بيقوم على الارض، ودي هنشوف صوره ليها. ده المنظر اللي احنا شايفينه ده اللي هو الوينجينج اوف ذا سكابيلا او جنوح السكابيلا، ده بيحصل نتيجه للويكنس فعلى مستوى السيريتس انتيرير ماسل، وده اللي من ضمن الحاجات اللي بتميز لي او بتقول لي ان العيان ده عنده بروكسيمال ويكنس على مستوى الشولدر جوينت. الصوره دي الحقيقه صوره جميله، مجمعه كل الكرايتيريا او الفيتشرز اللي بلاقيها في العيان اللي عنده دوشين ماسكولار ديستروفي. طبعا هنا المنظر ده بتاع البوت بيلي ابدومين نتيجه للويكنس اوف ذا ابدومينال ماسلز، ده الاكزاجيريتد لامبر لوردوزس او السوي باك اللي بيحصل نتيجه للويكنس على مستوى الترانك ماسلز. طبعا عندنا ده المنظر بتاع السودو هايبرتروفي في الكالف ماسلز، طبعا ده الديفورميتيز اللي هي بتحصل هو على مستوى البيس كيفس، بيس كيفس او الهايلي ارشد فوت، ده بيبقى اسوشيتد مع العينين اللي عندهم ماسكولار ديستروفيز. بالنسبه بعدين عندنا برضو طبعا الشولدرز نفسهم زي ما انتم شايفين المنظر فيه وينجينج اوف ذا شولدرز، وينجينج اوف ذا سكابيلا، العيان بيبقى ماشي بمشيه البطه اللي هي الوادلينج جيت. ليه؟ عشان في بروكسيمال ويكنس على مستوى البلفيك اند الهيب جوينتس. دي صوره بتوضح الجاور ساين ان الطفل عنده بروكسيمال ويكنس، فلما يجي يقوم من على الارض بيبدا يستخدم ايديه، مش بيقوم عادي زي اي حد بان هو على طول بيقدر يقوم باستخدام رجله، لا ده هو بيبدا يستخدم ايديه عشان يعوض الويكنس اللي عنده واللي في البروكسيمال ماسلز على مستوى الهيب جوينت. فده منظر الجاورز ساين اللي هو باختصار ان الطفل يستخدم ايده عشان يقدر يقوم من على الارض لان هو عنده بروكسيمال ماسل ويكنس. هنشوف فيديو بيوضح الوادلينج جيت بالنسبه للهي كاركترستيك جيت اوف المايوباثيك بيشنتس، هنشوفها مع بعض وهنشرح ونشوف. طبعا الشخص ده عنده مايوباثي، ده زي مشيه البطه اللي احنا شايفينها الوادلينج جيت، نتيجه لان في بروكسيمال ويكنس على مستوى الهيب جوينتس، فما بيقدرش يرفع رجله على الارض، فهو بناء عليه زي ما احنا شايفين في الصوره دي بيتني جسمه للناحيه الاوبوزيت سايد عشان يقدر يرفع رجله، عشان هو عنده ويكنس على مستوى الهيب جوينت، فبيعوضها ان هو بيتني جسمه للناحيه التانيه وهكذا بالناحيتين، فيعمل زي ماشيه ايه الدك او البطه اسمها وادلينج جيت. دي كاركترستيك جيت اوف المايوباثي زي ما احنا شايفين، هو مش قادر يرفع على مستوى الهيب جوينت، فبيقدر بيتني جسمه للناحيه التانيه عشان يقدر يرفع رجله من على الارض عشان ما تخبطش في اي حاجه في الارض نفسها. من ضمن الحاجات اللي بتميز الدوشين ماسكولار ديستروفيز السيلكتيفيتي في الماسلز اللي بيختارها، يعني هو بينشن على ماسلز معينه وبيسيب ماسلز تانية، فالماسلز اللي بينشن عليها غالبا الماسلز اللي هي بتاعه الهيب جوينتس والشولدر جوينت، فبيحصل في اتروفي في الاسترنال هيد اوف ذا بيكتوراليس ميجر، بس بيحصل بريزرفيشن في الكلافيكولار هيد. في الابر لمبس الدلتويد والترايسبس بيبقوا سبيرت ما بيحصل لهمش اي حاجه، في اللور لمبس الكالف ماسلز بتبقى سبيرت. طيب later on بيحصل فيه fibrosis و contractures في المسلز اللي هي affected، فبيؤدي إلى skeletal deformities اللي هي بيسموها البيس كيفس اللي هو ال highly arched foot والتاليبس equinus، دي بتبقى برضو نتيجة لل weakness اللي بيحصل في ال distal leg muscles. طبعا مفيش أي mentality changes، مفيش أي sensory، مفيش أي sphincteric، احنا قايلين دي كلها mainly it's a muscle disease not a central nervous system disease.
خلاص انا ما عنديش اي مشكله في السريبرال كورتكس، ما عنديش اي مشكله في الانتيرور هورن سيل، ما عنديش اي مشكله في النيرف روتس، ما عنديش اي مشكله في البلكسس، ما عنديش اي مشكله في البريفرال نيرفز. اتس اونلي ا ماسل ديزيز، برايمرلي ماسل ديزيز. عشان كده انا متوقع ان مفيش اي مينتاليتي تشينجز، مفيش اي سنسوري تشينجز، مفيش اي سفنكتريك. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل للعيان اللي عنده دوشين ماسكولار ديستروفيز؟ اول حاجه الديفورميتيز، وخاصه الكيفوزيس اللي هو بيحصل تقوس في الظهر، ده غالبا بيبقى بيرمننت وبروجريسيف ديسابيليتي، وبتبقى manifested ان هو بيبقى فيه decreased في الموبيليتي وديكريز الابيليتي تو كير فور سيلف. النقطه الثانيه المهمه جدا الحقيقه كارديوميوباثي، احنا قايلين طبعا ان دي مشكله في المسلز. طب الدستروفين ده هل موجود بس في السكيليتال مسلز؟ لا، ده هو موجود في السكيليتال مسلز وفي الكاردييك مسلز. فغياب الدستروفين على مستوى الكاردييك مسلز هيؤدي الى حدوث كارديوميوباثي. النقطه الثالثه النيمونيا والاذر ريسبيراتوري انفيكشنز، عشان ويكنس اللي بيحصل على مستوى الريسبيراتوري ماسلز. اخيرا واخيرا خالص ممكن يحصل ريسبيراتوري فيلير، ده في الايه، في السيفير والليت كيسز. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي انا هعملها للعيان اللي عنده مايوباسي؟ هنعمل الكرياتين فوسفوكاينيز اللي هو السي بي كي، هلاقي طبعا الليفلز بتاعته اكستريملي هاي في الدوشين. الاي ام جي هلاقي فيه المايوباتيك باتر اللي هو بيبقى فيه سمول موتور يونت بوتنشال والبوليفيزيا والايرلي ريكروتمنت اللي هي بتبقى بتدينوت ان في ماسل ديزيز. ممكن اعمل دي ان اي تيستنج عشان اتاكد ان في ابسنس في الدستروفين جين. ممكن اعمل اي سي جي طبعا والايكو كارديوجرافي عشان اتاكد ان مفيش اي كارديوميوباثي او اي مشاكل في الهارت. ممكن اشخصه بري نيتال تيست عن طريق ان انا بعمل كوريون فيلس سامبل والامنيوسينتيسيس من او فيتال بلاد سامبلينج، بشوف هل الطفل ده اللي مولود ده هل عنده دوشين ولا لا، ان انا باخد عينه من الكوريونيك فيلاي او الامنيوسينتيسيس وافحصها واشوف احتماليه حدوث الدوشين ماسكولار ديستروفيز. طيب يا ترى ايه التريتمنت او الحاجات اللي انا هقدمها للعيانين اللي عندهم ماسكولار ديستروفيز؟ طبعا بدي حاجات كلها حاجات فيتامينز بتحسن الماسل ميتابوليزم زي الفيتامين اي. طبعا العلاج الطبيعي الفيسيوثيرابي ده مهم جدا جدا، ولازم ابدا فيه بدري عشان احافظ على الماسل ما يحصلش فيها رابيدلي بروجريسيف ويكنس، امنع ان يحصل كونتراكتشرز، امنع ان يحصل سكيليتال ديفورميتيز، ده كله مع العلاج الطبيعي. طبعا في حاجات مهمه جدا زي البريسز اللي احنا شايفينها هنا، دي حاجات كلها بتمنع ان يحصل كونتراكتشرز وبتمنع السكيليتال ديفورميتيز وبتمنع الحاجات. طبعا في الاخر خالص الويل تشيرز في المراحل اللي هي المتقدمه من المرض ممكن يحتاج المريض الى ويل تشير بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا من ضمن الحاجات المهمه برضو في تريتمنت ما انساهاش الفنتيلاتوري سبورت، لان العيانين دول عندهم ويكنس في الريسبيراتوري ماسل، فلازم انا اديهم اسيستد ريسبيريشن. ده بيبقى غالبا في الليت والترمينال ستيجز اللي هي بيبقى معاها ريسبيراتوري فيلير زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت. وطبعا السايكولوجيكال سبورت، في بعض الدراسات اثبتت الفعاليه بتاعه الانفريكوينت كورس بتاع الميثايل بريدنيزولون 1 مللي جرام لكل كيلو جرام بير داي فور شورت بيريود، ده قالوا ان هو بيعمل ترانزنت امبروفمنت على مستوى الماسل باور. طبعا لازم اتعامل مع الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل زي البيت سورس والنيمونيا، فلازم اديل معاها. الجينيتك كونسلنج مهم جدا جدا قبل المارج عشان امنع او اقلل من الانتر مارج بتوين الفاميليز اللي هم معروفين ان فيهم الدوشين ماسكولار ديستروفي او اي ماسل ديزيز. بحاول اعمل كونسلت كونسلنج وليهم، لان ممكن زي ما احنا شايفين في المنظر ده ان الام تكون هي كارير، تمام؟ فلو كانت الام كارير لهذا الديزيز فقد تنقله الى الاولادها، يعني زي ما احنا قلنا، وخاصه الى الميلز هي اللي هتبدا تظهر فيهم الاعراض، لانه احنا قلنا ده اكس لينكد ريسيسيف. فمعنى كده اكس لينكد ريسيسيف ان هو هيبقى في هيظهر فين؟ في اولادها مش في البنات. البنت بس هتبقى جاست ان هي كارير، يعني هي ممكن تخلف كارير دوتر، لكن لكن الافكتد هيبقى ايه؟ هيبقى ابنها الافكتد سن. فده بالمنظر ده لازم اعمل جينيتك كونسلنج كويس خالص للعائلات اللي هم معروفين ان عندهم هذا الديزيز. طيب في نيو هوب، يعني في هل انا يعني احنا الناس اللي عندهم دوشين ماسكولار ديستروفي هل في ادويه جديده طالعه
ممكن تحسن من الحالة بتاعتهم. اه في علاج، هو طبعا غالي جدا، كله معتمد على الجين ثيرابي، ان انا بعالج في المشكلة في الجينز، زي دواء اسمه الاتبلورسين والاتالورين. الاتالورين والاتبلورسين دول من اشهر الادوية اللي حاليا موجودين في امريكا وفي اليوروب، بيستخدموا في تريتمنت اوف الدوشين ماسكولار ديستروفي. طبعا تكلفتهم، دواء زي الاتبلورسين دواء 750,000 دولار، في خلال السنة طبعا، وبياخد انجكشن ويكلي، فممكن يوصل التكلفة بتاعته إلى 1.5 مليون دولار بير يير. so it's one of the most expensive drugs يعني in the world. يعني الفكرة بتاعت الجين ثيرابي ده إن أنا بعمل سكيب للجين اللي فيه المشكلة. فهو الاتوبلورسين والاتالورين بيشتغلوا بنفس تقريبا نفس الطريقة، إن أنا المشكلة الجين اللي فيه المشكلة بحاول أتعداه، ما بعملوش ترانسليشن، بتعدى الجين دوت عشان ما يحصلوش ترانسليشن، عشان ما يبقاش في مشكلة في الطفل ده. فده باختصار الفكرة بتاعت الاتبلورسين والاتالورين. مش عايزين نخش في تفاصيل كتيرة، احنا طبعا يعني نعرف بس just names، ان احنا لو اتسألنا في على ادوية جديدة للدوشين ماسكولار ديستروفي ولا لا، نبقى احنا oriented. اه ده في حاجات، وهقول for general knowledge برضو، نعرف ان عنين الدوشين دول ممكن later on الأدوية دي تتوفر في نفقة الدولة بعدين later on. طيب دي باختصار الفكرة بتاعت الجين سيرابي، اللي هي حاجة اسمها اكزون سكيبنج. ايه الاكزون سكيبنج؟ ان انا عندي ادي الجينيتك كود كلها، هنا ده الجين اللي هو فيه الميوتيشن، الدواء بيعمل ايه؟ الدواء بيخلي الجسم يعمل سكيب، يعني يتعدى هذا الجين، ما يبصش عليه خالص، ما يحصلوش ترانسليشن، ويكمل عادي في طريقه من غير هذا الجين اللي هو سبب المشكلة. ده فكرة الجين ثيرابي او الاكسون سكيبنج تريتمنت، اللي هو زي الاتبلورسين والاتاليولورين. بالنسبة للبروجنوزز بتاع الدوشين ماسكولار ديستروفي، البروجنوز بتاعه ده بروجريسيف ديزيز طبعا، افكتس كل الفولنتري ماسلز انفولفينج الهارت والبريدنج ماسلز في الليتر ستيج. اللايف اكسبكتنسي بتاعه بتبقى غالبا حوالين 25 سنة. النوع الثاني طبعا من الماسكولار ديستروفيز هو البيكر ماسكولار ديستروفي. الديفينيشن بتاعه ده عبارة عن ريسيسيف اكس لينكد فورم اوف ماسكولار ديستروفي افكتنج اراوند 3 لـ 6 لكل 100,000 طفل بيتولدوا بيبقى عندهم بيكر ماسكولار ديستروفي. بيعمل ايه؟ بيعمل ماسل ديجنريشن اند ويكنس، زي الدوشين بالظبط، بس في شويه فروقات هنعرفها. البيكر ماسكولار ديستروفي بيبقى ريليتد للدوشين، ان ذات بوث هما الاثنين نتيجه لميوتيشن في الدستروفين جين. بس في الدوشين ماسكولار ديستروفي هو اصلا ما فيش نو فانكشنال ديستروفين بيطلع، لكن في البيكر بيبقى في ديستروفين جين بيطلع بس بكميات قليله. يعني الدوشين مفيش خالص ديستروفين، لكن البيكر هو بيبقى فيه ديستروفين بس بكميات قليلة. طيب ده جدول مقارنة بين الدوشين والبيكر. انا بس عايز افتكر او افكركم بحاجة تحفظوها بيها البيكر. البيكر هو دايما بي بناين، يعني هو البناين فورم اوف الماسكولار ديستروفي، يعني هو اقل في الاعراض واقل في الشدة بتاعت الديزيز نفسه، اقل من الدوشين. ده بالنسبه للبيكر، يبقى انا افتكر دايما بيكر بيناين، بيكر بيناين. اوكي طيب بالنسبه للايج اوف اونست، ده بيبقى غالبا في الفيرست ديكيت الدوشين من 3 ل 5، لكن ده من 5 ل 10. السيفيريتي لسه احنا قايلين مين فيهم البيناين، البيناين اللي هو البيكر، يبقى الدوشين ده هو السيفير، اما ده للسيفير. طب ده ليه للسيفير؟ قلنا للانتوشين ده بيبقى معاه absent dystrophin، مفيش dystrophin خالص، لكن البيكر بيبقى فيه dystrophin بس deficient، قليل مش كافي. فاهم symptoms هتبقى severe في الدوشين لكن less severe في البيكر. ال skeletal deformity is common و severe في الدوشين، less common and late في البيكر. الكورس ده progressive bedridden في خلال 10 سنين، usually death بيحصل في خلال من 10 لـ 20 سنة، لكن ده less progressive وبيبقى bedridden بعده ممكن يوصل بعد 20 أو 30 سنة. السكيليتال اتروفي بيبقى ده ماركت مع الدوشين، ده بيبقى ليس ماركت مع البيكر. الماكروبلوسيا كومن مع الدوشين، ليس كومن مع البيكر. الكارديك انفولفد كومن مع الدوشين، ليس كومن مع البيكر. السبيتش اند الانتلكتشوال فانكشن كومن مع الدوشين، ليس كومن مع البيكر. الماسل هايبرتروفي كومن في الكالف ماسلز، ليس في الكوادريسبس اند الدلتويد، وبتحصل في 90% من الكيسز. بيبقى هنا ايرلي ان
بيبقى في الاول بتبقى ترو هايبرتروفي، وبعدين زي ما احنا قلنا بتبقى سودو هايبرتروفي عشان الفات والسكار تيشو اللي بيحصل بيتكون. لكن ده ليس كومن طبعا المصل هايبرتروفي في البكر. سي بي كي هنا ماركتلي اليفيتد من 20 الى 200 مره اكتر من النورمال، لكن هنا مودريتلي اليفيتد. طيب الريسبيراتوري انسفيشنسي كومن في الدوشين، هنا ليس كومن في البكر. النوع الثالث من ماسكولار ديستروفي ياتي بعد الدوشين والبيكر في الاهميه، اللي هو الليب جيرد ماسكولار ديستروفي. الايج اوف اونست من 20 ل 30 سنه، بيبقى فيه ده عباره عن ايه، هيتروجينس جروب اوف كونديشنز، اللي بتبقى غالبا بتبدا في تظهر في الادوليسنس او الادلت، وبعدين بتبدا طبعا ببروكسيمال ليمب ويكنس، وبيحصل بروجريسيف سلولي سلولي بروجريسيف، ممكن يبقى ارست يحصل له ارست سبونتينيوسلي. طبعا بيبدا من اسمه ليب جيردن، يعني في المفاصل، يعني ايه؟ يعني بيبدا في السكابيلو هيومرال، المفصل ما بين السكابيلا والهيومرس اللي هو الشولدر جوينت، او البلفي فيمرال ما بين الهيب جوينت اند الفيمر، وبيبقى فيه 15 ديفرنت ميوتيشنز بتؤدي الى ليمب جيردل ماسكولار ديستروفي، بعضهم اوتوزومال ريسيسيف وبعضهم اوتوزومال دوميننت. السي بي كي غالبا بيبقى مودريتلي اليفيتد او ممكن يبقى نورمال في الكرونيك كي. النوع الرابع الفيشيو سكابيلو هيومرال ماسكولار ديستروفي، ده اوتوزومال دوميننت، من اسمه كده فيشيو سكابيلو هيومرال، يبقى بياخد ايه، بياخد بيبقى فيه ويكنس في المسلز اوف ذا فيس، بيبقى فيه ويكنس اوف ذا مسلز اوف ذا سكابيلا، بيبقى فيه ويكنس اوف ذا مسلز اوف ذا ابر لمبس اللي هي الهيومرال. فمن اسمه هو تقدر تعرف ايه اللي بيبقى موجود فيه، وهنشوف صور ليه. ده بيبقى غالبا بيظهر، ده غالبا رقم 3 ثيرد موست كومن جينيتك ديزيز اوف ذا سكيليتال مسل بعد الدوشين والبيكر. السيمبتومز بتبدا في الايرلي تشايلد هود، وبتبقى غالبا نوتسبل فين، في التينيج ييرز. ده بيبقى بيحصل فيه بروجريسيف سكيليتال ماسل ويكنس افكتنج البارتس اللي احنا قلنا عليها، الفيس والسكابيولا والهيومرال، يعني غالبا بتبقى اسيمتريكال الويكنس ده، وده من ضمن الحاجات اللي هي بتقول لي ده ريد فلاج ان ممكن يكون ده فيشو سكابيولا هيومرال، اللي احنا عارفين ان باقي الانواع بتبقى غالبا سيمتريكال. النقطه اللي بعد كده لايف اكسبكتنسي بتبقى ممكن توصل لغايه 15% من الافكتد ماسل affected individuals become severely disabled and eventually must use a wheelchair. 15% منهم ممكن يحصل بيبقوا disabled later on. طبعا دي صوره بتوضح لي الفيشيو سكابيولو هيومرال ماسكولار ديستروفي، زي ما احنا شايفين ادي الاتروفي الواضح في الهيومرال muscles والwinging of the scapula الواضحه جدا جدا على مستوى الويكنس and the wasting of the mean of the scapula muscles. ده برضو صورة تانية بتوضح الفاشيال ويكنس او الويكنس اوف ذا فاشيال ماسلز اللي بتبقى مع الفاشيو سكابيولو هيومرال ماسكولار ديستروفي. المريض ما بيقدرش يقفل عينيه وهو نايم، بيبقى فيه ويكنس في الماسلز اوف ذا ابر فيس، وممكن كمان بيبقى معاه في ويكنس في الماسلز اوف ذا لوور فيس، بيبقى في صورة ايه، مش قادر ينفخ، عينيه طبعا ما بتقدرش تقفل زي ما احنا شايفين بالمنظر ده وهو نايم، يشتكي من كده ان انا عينيه ما بتقفلش كويس، ما بعرفش انفخ. دي كلها من ضمن الحاجات اللي تقول لي ان انا العيان ده سسبكت ان انا يكون في فيشال ويكنس، وده بارت من الفيشال سكابيولو هيومرال ماسكولار ديستروفي. اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده اللي هو الديستال ماسكولار ديستروفي. طبعا النوع ده اتس نوت ا كومن ماسكولار ديستروفي، بس لازم انا اعرفه، لان انا ممكن اتسال سؤال هل كل الماسكولار ديستروفيز بروكسيمال؟ لا، احنا عندنا انواع ممكن تبقى ديستال زي النوع ده، بس ده رير، وبيبقى الايج اوف اونست بتاعه من 40 ل 60 سنه، وبيبدا الويكنس في السمول ماسلز اوف ذا هاند، وبتبقى سبريدز تو انفولف البروكسيمال ماسل ليتر اون. فده من ضمن الحاجات المهمه. احنا طبعا عارفين في الجنرال سكيم زي ما احنا قلنا في الاول ان اغلب المسل ديزيز والماسكولار ديستروفيز بيبقى معاها بروكسيمال ماسل ويكنس، فده يمكن من ضمن الاستثناءات والاكسبشنز اللي انا لازم اكون حاططها في دماغي، وخاصه في السن الكبير. بكده احنا بقى خلصنا كل الماسكولار ديستروفيز، او طبعا هم يعني الحاجات المهمه بالنسبه لكم كاندر جراديويت. دي اشهر الحاجات واشهر انواع. طبعا لو في اي حد عنده اي استفسارات عايز يسال على حاجه، ده الايميل بتاعي. المحاضره دي هتنزل على سلايد شير، وده الاكونت بتاعي على السلايد شير. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وانا في انتظار اي اسئله منكم في اي وقت، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جدا.